ضمن مساحتنا الطبية لليوم رح نسلط الضوء على موضوع شائع الحدوث لدى النساء، ظهرت المبيضة متعدد الكيسات. شو نسبة شيوعها وطبعا اكتشاف أعراض هالمرض، وهل يعتبر هالمرض عضوي؟ خلينا كيف بيتم التشخيص والعلاج؟ أسئلة رح نطرحها على الدكتور أكرم الأحمر، اختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا دكتور. صباح النور. خلينا نحكي عن مرض شائع يمكن خصوصا عند الصبايا الصغار، هو كيس متعدد الكيسات او مبيض متعدد الكيسات. نعم. وعم نلاقي يمكن نسبه كبيره عند يعني من 18 بتلاقي لل 25 او ببلش من سن المراهقه. تمام. ليه؟ الحقيقه سبب واضح انه لانتشار او زياده انتشار البي سي او، مبيض متعدد الاكياس او تكيس المبايض، عم نحكي الاسماء المختلفه اللي يتداولوها الناس عشان نوصل الفكره. السبب واضح الحقيقه ما بنعرف نحن، ولكن خليني ارجع لمقدمتك، في شيء كثير مهم، نقطه مهمه، انه هو ان احنا عم نتحدث عن شيء اسمه انه مرض المبيض متعدد الاكياس. هلا النقطه اللي بدي اوضحها انه نحن ما هو بمعنى من المعاني، هو مرض مبيض متعدد الاكياس ليس مرض، هو عباره عن متلازمه. المقصود بكلمه متلازمه انه هي عباره عن مجموعه من الاعراض يلي قد تترافق كلها مع بعضها او جزء من عرضين ثلاثه وبتشكل شيء هالاسمه المتلازمه المبيض متعدد الاكياس. فاذا بهذا التعريف هو ليس مرض، انما يعبر عن سوء وظيفة أكثر مما هو يعبر عن مرض عضوي. يعني مثلا نقول مثلا فرضا مرض سل رئوي، أحد الأمراض، يعني التهاب مفاصل، أوكي هذا مرض، أما هون نحن عم نعبر بالتوصيف عن شيء يختص بسوء وظيفة عمل المبيض يلي هي مرتبطة بشكل أساسي بمفهوم جدا مهم يلي هو الإباضة أو لا إباضة. يعني هون ندخل بقى بتصنيف سوء وظيفة عمل المبيض، لأنه نحن نعرف شغلة كتير مهمة أنه اللي عنا المبيضين هن كعضوين انتهائيين بالمحور الغدي والعضوية عند الأنثى، هن عضوين انتهائيين لهم وظيفتين أساسيتين جدا. أول وظيفة يلي هي إنتاج وتلقي الهرمونات، يلي هي بين قوسين الهرمونات هي أوامر. أوكي؟ طيب الوظيفة الثانية الأساسية اللي هي الإباضة، يلي إنه تطلع بويضة تقريبا بمنتصف الدورة الشهرية على اختلاف أيام الدورة الشهرية بين 23 و 33 يوم على حسب كل بنت أو كل سيدة، وهذا نورمال وذن نورمال ضمن الطبيعي. إذن نحن عم نحكي عن متلازمة من الأعراض تعبر عن سوء وظيفة بعمل المبيض مرتبطة بدرجة حوالي تلتين الحالات بخلل وظيفة عمل المبيض من ناحية الإباضة. فإذا نحن عم نحكي عن لا إباضة والمبيض متعدد الأكياس. طب دكتور، خلينا بما أنه هذا الشيء شائع كثير عم نسمعه عند الفتيات والسيدات، تماماً، خلينا نحكي الأعراض حتى ممكن أنه تتعالج هي القصة عبكير. تماما. هلا هو هون سؤالك في نقطتين مهمين كثير، انه ليش تتعالج على بكير؟ هلا بنمرق عليها. بنحكي هلا عن مجموعه الاعراض، عندنا طيف الاعراض الحقيقه جدا واسع، بمعنى في منهم بنات او سيدات يلي المنظر تبعهم لما بنفحصهم انه بنلاقي منظر تيبيكال وصفي لمبيض متعدد الاكياس، اللي هو المبيض انه عندنا اياه شكل اوفال بيضوي، تمام، وداخله في اكياس صغيره دويرات سود داير مدور المبيض من جوا، هي المظهر الوصفي للبي سي او للمبيض متعدد الاكياس. طيب هلا بهي الحاله نحن بنقول انه الاعراض قد في منهم بنشوف هالمظهر ولكن لا يشكو من اي اعراض، واللي يشتكوا من بقيه الاعراض عندنا طيف واسع من الاعراض يتراوح بين انقطاع الطمث ببعض الاحيان لمده كذا شهر، وهي طبعا شغله كثير كبيره هي بدنا نركز عليها كثير، لا اضطراب الدورة الطمثية مواصفاتها غزارتها قوتها، لعسرة الطمث الشديدة يلي ممكن نشوفها يلي قد تكون معطلة أوقات للبنت أو السيدة عن حياتها العادية، لارتباطه بنسبة معينة من الحالات بموضوع العقم وباختلاطات وعقابيل لاحقة إذا طولت بمعنى هالحالة. هي السبب هلا ليش بدي أقول إنه هي نقطة مهمة، إنه إن إحنا عم نحكي عن شيء اسمه سوء وظيفة بعمل المبيض. أوكي؟ طيب هلا هالمبيض نسيان وظيفته عم بيقوم بوظيفة أخرى بالغلط، هو أكتف نشط وفعال بلا بلا بلا، أوكي، ولكن عم يوجه وظيفته باتجاه غير المطلوب منه، فكل ما طول وهو نسيان وظيفته
كل ما زاد صعوبة علينا إذا ما عالجناه مبكرا، زاد صعوبة علينا أنه نرجع نقوم وظيفته، نفيقه من النوم، نقوله ارجع يعني استيقظ وفيق للوظيفة الصحيحة المطلوبة منك. يلي برجع أقول هني من شقين، إنتاج وتلقي هرمونات وإنتاج بويضة أو إباضة بمنتصف الدورة الشهرية. هون عم نحكي لما يعمل لما يكون في عملية كشف على المبيض، بس لما نحكي عن أعراض عند الصبية طيف واسع، يعني أحيانا في ألم يرافق شديد، عسرة طمث شديدة طبعا، اضطرابات مزاج شديدة ممكن نشوفها، اختلاف مواصفات البيريود بين تطاول زمن الدورة للنزف الغزير أو لشح الدورة، يعني شوفي التناقض بالأعراض. فإذا هون كل حالة هي مفردة، هي يونيك بحد ذاتها، حالة مفردة. فلذلك أنه بقول شغلة كتير مهمة أنه لما نشوف مريضة أنه هلأ هيك أنه إذا أجت بيناتنا مريضة عندها PCO مريض متعدد الأكياس واسمها اكس بهيك على التعيين، انه اوكي اول شيء بنحط الكرايتيريا تبعيتها، بنحط الكلاسيفيكيشن التصنيف انه هي شو تصنيفها درجه اولى ثانيه ثالثه اللي هو، بعدين بنقول وقتها انه عندنا حاله لمريضه اسمها اكس عندها PCO، وقتها بنحط البلان خطه المعالجه، وليس كل PCO مريض متعدد اكياس هي خطه المعالجه للكل، تختلف بس قديش يمكن الحاله بتلعب دور في الحياه المستقبليه للسيده، ان كان بعد الزواج قديش بتاثر بطريقه يمكن سلبيه او ايجابيه على الانجاب، يعني في كثير من التفاصيل تجهل السيدة. بتشكرك على السؤال لأنه جدا مهم ويحيطه كتير من هيك المخاوف، أنه نقول نحن ارتباطه للPCO بالعقم يوجد نسبة، ما رح نقول بقى العقم، من تأخر الإنجاب. أوكي؟ نرجع النقطة ذكرناها لأنه هو نسيان وظيفته الأساسية. فلذلك سألتيني قبل شوي نقطة مهمة أنه ليش نبدأ العلاج مبكرا، أنه نحن لازم نبدأ العلاج مبكرا. طيب خلينا ناخدها من ناحية إنسانية وجدانية، يعني ما معقول نخلي بنت أو سيدة عم تعاني من الأعراض يلي ذكرنا جزء من طيف الأعراض اللي قلناها قبل شوي. ثانيا أنه للنقطة المهمة أنه المبيض نسيان وظيفته، ما لازم خليه نسيانه فترة طويلة لأنه بيعذبنا كتير بعدين لما بدنا نطلب وظيفته إعادة البرمجة من أول وجديد تماماً. ففيها تماماً. مشكلة. فلذلك أنه بنسمع مقولة للأسف ما بعرف يمكن أنا وياك حكينا فيها تحت الهواء قبل شوي، بنسمع مقولة سيدتي جدا يعني بتمنى أنه من خلالكم أنتم كإعلام ونحن كأطباء نوعي الناس عليها، أنه البنت أو الشيء أنه بعض الناس انه ما بياخذوا البنت لعند الدكتور انه مشان يعالجها من هذا هي الاعراض يعني، وبدون اصلا ما ينكشف اذا في PCO، واذا انكشف في كثير منهم نسبه مراحل متاخره لا حتى مبكرا اذا انكشف شيء بيقولوا لهم ما بيعالجوه انه الزواج ممكن يحل على هي تماما بس تتزوج بالطيب. نعم طيب هو مو المقصود العلاقه الخاصه بس تتزوج بالطيب. اوكي هي معالجه المرض صحيح. ايه تماما. خلينا نحكي دكتور عن شيء كثير مهم اللي هو طبعا مده العلاج، هل هي بدها تضل مستمره طول الحياه تدير بالها السيده او الفتاه طبعا هي عم تتعالج، ولا ممكن بعد ما تاخذ ادويه انه تروح الأكياس، وهل ممكن ترجع؟ كمان سؤال الإيكو ممكن يكشف هذا المرض لحاله؟ تماما الإيكو يكشف المرض. أوكي هو الإيكو أهم أداة تشخيصية عند الفحوصات الغدية الهرمونية يلي بنطلبها لهيك حالة، ولكن قد نشوف بالإيكو منظر وصفي للPCO ولكن لا تعاني من هي المتلازمة ولا الأعراض ولا أي شيء على الإطلاق. إذا الإيكو ليس هو كافيا، مجموعة الأعراض يلي هي مع المنظر على الإيكو اللي منشوفه يلي هي توجه لنحط المريضة تحت تصنيف المتلازمة المريض متعدد الأكياس. برجع لنقطة العلاج وأرجو أنه الكل ينتبه لها هلأ. نقطة العلاج جدا هامة، والتارجت الهدف من العلاج، لأنه رح نسمع مقولة كتير وأكيد أنتم سمعانينها ورح سمعانينها كتير. أولا مدة العلاج طويلة لا أقل عن سنة لسنة ونص. تمام، لأنه برجع بحكي مو عن مرض، عم نحكي عن سوء وظيفة، تقويم لعمل الوظيفة لهالوظيفة هاي. العلاج طويل. النقطة الهامة كتير يلي بحب ركز كتير عليها، انه نحن بنقول رح نفترض هلا قدامنا مريضه ايكو انا وياكم شفنا في عندها بالمبيضين 100 كيسه صغيره 100 رقم على التعيين، انه بيقولوا دكتور وتختلف يعني كمان العلاج بالحجم الكيس ولا لا؟ هذاك صار اكياس المبيض اللي ممكن توصل ل 6 7 سنتي 10 سنتي، يعني متعدد عن مبيض متعدد الاكياس بيكون بالميلي 3 4 ميلي. فرح نفترض انه في رقم 100 كيسه، انه بتقلي دكتور انه طيب نحن قرينا على الانترنت اللي خرب بيتنا وكذا بهالمعنى
على هذا من هالناحية هاي، إنه وسمعت من دكتور ومن رفيقتي إنه ما بيطيب، بنقول لهم إنه إذا مفكرين إنه إذا هذا البي سي أو 100 كيسة التارجت تبعنا من العلاج إنه يروحوا ال 100 كيسة، لا بنقول لهم أنتم غلطانين بهالمعنى، أنتم ما بتشفوا بهذا المعنى. أوكي. ولكن إذا كان المقصود إنه التارجت تبعنا الهدف تبعنا إنه نحنا من أصل هالمية إذا راح 80 أو 85 كيسة، لو بقي 10 أو 15 وعم نضل نشوفهم على الإيكو ما بتعطل العمل، ولكن رجعت تماما، رجعت وظيفة المبيض تقومت صارت سليمة وهو المطلوب. لأنه برجع بقول نحنا ما عم نحكي عن مرض عضوي بمقدار ما عم نحكي متلازمة. عن سوء وظيفة تماما متلازمة تتعلق بسوء وظيفة عمل المبيض، تتعلق بشكل أساسي بحادثة الإباضة أو اللا إباضة اللي هي السبب الآلي الإتيولوجي. ممكن تأخر بعملية الإنجاب عند السيدة، عملية العلاج فينا نقول ممكن شو عفوا تأثر على أو تأخر عملية الإنجاب عند السيدة. إذا السيدة إيه ممكن ببعض الحالات تتأخر، ولكن طيف المعالج الموجود قدامنا هلأ تقريبا منقول هالتأخير يكاد يكون كتير بسيط يعني. فما في قلق من هي الناحية. نعم دكتور، خلينا نحكيها طبعا مدة العلاج، في مشروبات أو مأكولات تمنع عنا السيدة ولا ما له علاقة الغذاء؟ وبدي أسأل عن قصة الدواء اللي في بنات عم ياخدوه لأنه بينزل الوزن فعم ياخدوه كمان للرجيم، فكمان نحكي عن هي الأخطاء الشائعة اللي عم تصير عند البنات، هل ممكن يسبب كمان أنه عم ياخدوا دواء خاص بهذا المرض أنه كمان ظهور كيسات؟ نو. هلا هون النقطة الهامة انه نحن اذا بدنا نربط انه اوقات البي سي او المبيض متعدد الاكياس بالاوفر ويت بالبدانة، ايه طبعا لما مننزل الوزن ممكن وقتها ناخذ نتيجة كتير مهمة من ناحية تحسن المتلازمة المبيض متعدد الاكياس. اساسا سوء عمل وظيفة المبيض بتأثر، بيصير في عندها السيدة بدانة، بيصير في عندها زيادة بالوزن، عفوا بيصير الطريق روحة رجع. يعني البدانة تؤدي للبي سي او والبي سي او يؤدي للبدانة لأنه بيعمل اضطراب بالدورة واحتباس سوائل، منفوت وقتها بدارة مغلقة لازم نعملها يعني بريك بوينت، نلاقي نقطة نكسرها فيها مشان نخلص من هي القصة. مشان الدواء الرجيم اللي سألتيني عنه يلي بتدخل فيه مون المادة العلمية الميتفورمين، الميتفورمين لا أوكي هو صح بينزل الوزن وهو هدف مطلوب يعني لأنه كمان كجماليا، ولكن بآلية أخرى يحسن البيئة الهرمونية التي يتطلب المبيض ليرجع يقوم وظيفته بهي الحالة. يعني ما بيأذي نو ما بيأذي بس لازم يكون بعياراته مناسبة لأنه نحن ما بنصير في عند الروبوت تحت إشراف تغذية يعني دكتور تغذية أو إشراف طبيب. لا لا طبيبة نسائية كافي لأنه كتير منهم عندهم مخاوف من هذا السؤال عم تسني يعني. لأنه أنا كتير عم بسمع على هاي القصة من الصبايا فلهيك حبيت أسألك. يصير معي سكري لبعدين ليوم يصير معي، لا بنقول لهم ما بيصير معكم شيء وهو ما رح يلعب. يعني إذا كان سكر 80 ونزل لل 75 ايه اوكي سوات يعني ما هي within range يعني ضمن المدى الطبيعي. ولكن عم ناخذ السايد افكت الايجابي لموضوع المبيض. ما ننسى الشغله سيدتي انه نحن من اهم اختلاطات وعقابيل البي سي او اللاحقه واللي ممكن نشوف كمان منها جزء بشكل اني اللي هو ارتباطها بموضوع الشعرانيه الشديد اللي نشوفه واللي هو موضوع جمالي جدا مهم يعني لكل انثى وحقها تمام، عدا عن مثل ما قلنا اضطرابات الدوره العقم تطوير سرطان كلها تتعلق بخربطه الهرمونات لدى السيده. فينا اوقات بنلاقي عيار الهرمونات وهي نقطه هامه، اوقات بنلاقي عيار الهرمونات ضمن الطبيعي تمام، ولكن هن كتيم كفريق عمل مثل ما نحن هلا كتيم موجودين عم نشتغل مع بعضنا كلياتنا حضرتكم وانا وكل شيء في تكنيشنز موجودين وهيك، انه اذا ما كنا كتيم ما بتطلع الحلقه حلوه. البرودكت اللي بدنا اياه ما بيطلع جميل. فاذا هو ممكن نلاقي هرمونات سليمه، ولكن ننتبه للشغله جدا هامه لاكثر هرمون لئيم شوي ولكن اذا بنشتغل عليه مزبوط ناخذ نتيجه يلي هو هرمون البرولاكتين وهرمون تي اس اش هرمون الغده الدرقيه. فاذا من هي الناحيه البرولاكتين بيلعب دور بنظام حياه السيده بشكل عام، يعني فينا نقول هذا الهرمون كتير كتير هرمون يعني له دائما اثار سلبيه واثار ايجابيه بالمزاج بالحياه بكل شيء بكل شيء. ومشان موضوع الوزن بدي ارجع مره ثانيه للدواء اللي ذكرتيه، انا بدي تعطيني يعني هي نركز عليه اصلا لانه كثير بتهم السيدات اللي عم يشوفونا، فحبيت ما اقاطعك ولا اسالك حتى نركز على القصه. نركز لك انا عليها مره ثانيه انه نحن هلا خلينا نقول في عنا اوفر ويت شوي 5-6 كيلو بوزن اي انثى تمام. هلا من ناحيه مثلا اي انثى رح نفترض كمان رقم هيك متعودين انا وياكم مشاهدين على لغه الارقام البسيطه، فيها 100 جرام هرمونات بيكون هي كانثى 70 جرام هرمونات مؤنثه و30 جرام هرمونات مذكره. اوكي انا كرجل بالعكس
أي رجل بالعكس. طيب إذا بدل هالسبعين صاروا 69 الهرمونات المؤنثة وصار 31 هرمونات مذكرة، مين بيقوم بعملية التحويل الأساسية من الهرمونات المؤنثة باتجاه المذكرة؟ هو النسيج الشحمي الأوفرويت. فلما منسيطر على هذا الموضوع منلاقي عملية التحويل هي أخفت ورجع المبيض البيئة الهرمونية يلي يحتاجها ليقوم بوظيفته بشكل صحيح، بيئة هرمونية جدا جدا دقيقة وجميلة مثل جمال الأنثى السورية بكلها جميلة. فنحن بهالحالة إنه شو منقدر نعمل نأمن بيئة هرمونية سليمة للمبيض ودقيقة بيقوم هو بيعطينا برودكت او انتاج جميل جدا منه. طيب كيف دكتور خلينا لكان نحكي كمان عن نصائح اللي بتعطيها لكل سيده حتى فعلا اي عرض بتحس فيه انه تدير بالها دغري تراجع طبيبها المختص، وهلا بطريقه الحياه مثل ما دائما انتم بتعطونا طبعا تفاؤل فيها، ممكن نحمي حالنا من هي المتلازمه؟ نحمي حالنا الحقيقة لا، لأنه أوقات في الارتباط بالعائلة، إنه في موضوع فاميلي بيكتر ضمن بعض العائلات، هذا ما لنا يد فيه. نمط الحياة بقول إيه، يا ريت نبتعد قد ما بنقدر عن نمط الستريس بحياتنا، وكنا عم نعيشها بس بدنا نلاقي طبعا طبعا، لأنه يسيء ضغط الستريس النفسي يسيء لكل التوازن الاستقلابي بالجسم بما في التوازن الهرموني. والدليل على هذا الكلام إنه تكون بنت أو سيدة عندها فرصة عمل بدها تقدم على مقابلة، عندها فحص، البنت بتروح بتكون تقطعها الدورة الشهرية ليطلع نتائج، وإذا كانت نتائجها منيحة بتجيها وإذا نتائجها مو منيحة ما بتجيها الدورة. يعني دليل تأثير الستريس انتبه شوي قدر الإمكان أو بالأحرى على إنه يكون على الهيلثي فود، الطعام الصحي طبعاً، النظام الصحي طبعاً، الأكل. هذه نقطة كثير مهمة، لأنه أنت بمرحلة أو بعصر كله معتمد على الوجبات السريعة، فإجباري يجب العناية بالنظام الغذائي لدى السيدة بشكل، في أولويات وأساسيات للهرم الغذائي لازم نعتمد عليها. تماماً تماماً. فلذلك اللي بقول نحن آخر دراسة بتقول إنه لكل بنت، آخر دراسة لكل بنت، انه ممكن نحن نعرف انه نقدر نقلل من نسبه الاصابه عندها بالبي سي او 30% لما بتاخذ الكلس بفتره المراهقه بكميه عاليه. اذا خلينا نعتمد الحليب الهاي كالسيوم كل يوم كاس الصبح، نبتعد قدر الامكان عن كل شيء فيه بوليوشن هرموني، تلوث هرموني، مثلا ناكل الفروج نقيم جلده الفروج عنه. اوكي، اي اطعمه ثانيه حتى تلوث بالهواء كمان، هذا احد العوامل التي قد تساعد على زياده انتشار ظاهره أو متلازمة البي سي او. النصيحة اللي بدي أقولها كمان على ذكر النصائح زينب، إنه يا ريت إنه ما تستحي الأم إذا عندها بنتها وتسمع رأي جارتها إنه ما فيها شيء بس تتجوز بالطبيب، لا، راجعوا الطبيب وهو قادر يحط لها الخطة. وما ننسى الرد النفسي اللي ممكن تعرض له أي بنت يلي عندها هي المشاكل، سواء بالدورة ولا بالشعرانية الموجودة عندها يلي هي قد تكون ذات رد نفسي كتير كبير عليها، وهي محقة، ولهذا بده موضوع لحاله الشعرانية، وهي محقة لأنه هي واجهت تقديم ذاتها للآخرين. أكيد. يعني دكتور، يمكن المرض ما في حراج، وهي رسالة توعوية لكل الأهالي ولكل الأمهات اللي عندهم بنات، أكيد لازم يضمنوا مستقبلهم حتى فعلا يكون مستقبل أفضل ويكون في جيل أفضل. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها. يسعد صباحكم. صباح. شكرا كتير لك دكتور.